مرحبا بكم في قناتنا المباريات المتلفزة في الجزائر في برنامج الجولة 19 والمباريات المتلفزة. ونبدأ بأول مباراة بين نادي بارادو واتحاد بسكرة. تلعب هذه المباراة يوم الجمعة الفاتح من مارس على الساعة 4 بملعب الدار البيضاء بالعاصمة، وستكون هذه المباراة منقولة على القناة الثانية كانال ألجيري. والمباراة الثانية من الجولة 19 بين مولودية وهران ونجم مقرة، تلعب هذا الجمعة الفاتح من مارس على الساعة 4، تلعب بملعب مقرة، وللأسف هذه المباراة غير متلفزة. ننتقل إلى المباراة الثالثة من الجولة 19 بين اتحاد ودسوف ونجم بن عكنون، تلعب هذا الجمعة الفاتح من مارس على الساعة 4 بملعب أول نوفمبر بمدينة ودسوف، وأيضا هذه المباراة غير متلفزة. والآن نصل إلى المباراة رقم 4 من الجولة 19 بين أولمبي شلف الذي يستقبل فريق مولودية البيض بملعب محمد بومزرق بشلف على الساعة 4:45 يوم السبت 2 مارس، وهذه المباراة منقولة على القناة 4 الناطقة بالأمازيغية والقناة الأولى الأرضية. أما المباراة رقم 5 عن الجولة 19 بين شبيبة الثور الذي يستقبل شباب قسنطينة يوم السبت 2 مارس على الساعة 5 بملعب 20/55/900 بمدينة بشار، وهذه المباراة للأسف غير متلفزة. والمباراة السادسة عن الجولة 19 بين وفاق سطيف الذي يستقبل مولودية الجزائر في قمة الجولة يوم السبت 2 مارس على الساعة 6 بملعب 8/45 بولاية سطيف، وستكون هذه المباراة منقولة على القناة 6 الشبابية. أما مباراة رقم 7 بين اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل مؤجل عن هذه الجولة، وأيضا مباراة اتحاد خنشلة شباب بالوزداد مؤجل أيضا إلى موعد لاحق بسبب مشاركة شباب بالوزداد في المنافسة الإفريقية. إذن لا تنسوا الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. إلى اللقاء.